سادة المشاهدين، بجدد ترحيبي بيكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة، وبنعتذر عن العطل الفني اللي حصل، وبعيد مرة تانية لفريق الإعداد إن هم يعني إن شاء الله الحلقة تكمل الآخر. نقلوا لي الشاشة مش عايزة تفتح لك علشان اللي هتعمليه يا دكتورة في فقرة المطبخ النهاردة، لأن إحنا النهاردة عندنا فقرة المطبخ رجل وامرأة، وإنتي أكيد النهاردة طالعة تنصري المرأة، فعشان كده فأنا بقول لهم لأ، إن شاء الله الحلقة هتكمل وتطلع حلقة المطبخ وهنصر برضو المرأة. النهاردة عايزة أقول إنه يوم مهم جداً، لأنه زي النهاردة يعني من 8 سنين بدأت الرحلة، رحلة استعادة مصر لمكانتها، رحلة بناء مصر من أول وجديد. زي النهاردة من 8 سنين مصر نقدر نقول إنها فتحت صفحة جديدة في كتاب تاريخها، وبدأت إن هي تسجل ملحمة جديدة من البناء والتعمير في نفس وقت حربها ضد الإرهاب والمتآمرين. زي النهاردة من 8 سنين كان اليوم اللي أدى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري قدام المحكمة الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية. بسم الله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. ومن وقتها زي ما بقول لكم يعني دايما إنه إحنا فتحنا مع بعض قوس البناء واستعادة مكانة مصر وما قفلناهوش. وإحنا كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حصاد الثمان سنين اللي فاتوا على مستوى القطاعات، كان سواء كان صناعة أو اقتصاد أو ملفات خارجية ودعم الفئات الاجتماعية. النهاردة لازم الحقيقة يعني إن إحنا نقف شوية عند ملف مهم، ملف فضل سنين كتير نقدر نقول إنه غرقان في بحر الإهمال والنسيان، لحد ما جه الرئيس السيسي وبدأنا نشتغل فيه بقوة. هو إيه بقى؟ ملف القوة الناعمة المصرية. الملف ده تحديدا من وجهة نظري هو واحد من أهم أسلحة الدولة المصرية ورمز ريادتها وتقدمها في المنطقة ككل. عشان كده واحدة من أهم خطوات السيد الرئيس كان الاهتمام بالملف ده، إدراكا منه طبعا لأهميته في صناعة الأوطان القوية، لأنه الدولة القوية هي الدولة اللي حاضرة في كل مكان وفي كل مجال، الدولة اللي عندها أسلحة كتير تقدر إن هي تستخدمها عشان يعني زي ما بنقول كده تعزز وجودها الإقليمي والدولي. وفي الحتة دي تحديدا وبعيد عن التواجد والانتصارات السياسية اللي بتحققها الدولة المصرية في المنطقة، مصر بتتميز بأن أدواتها متنوعة وأسلحتها متعددة، وأهم أسلحة أو أهم يعني أسلحة الدولة المصرية هو إيه بقى؟ هو سلاح القوة الناعمة، سلاحها الفني والموسيقي والفكري والرياضي اللي بيقدر يخليها إن إحنا نقدر نقول إنها منصة التنوير والفكر والإبداع، ويخليها إنها دولة يعني حاضرة وموجودة ومؤثرة في وجدان شعوب الدول الأخرى. لو ركزت معايا في كلمات وتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنين اللي فاتت هتلاقي فيها تأكيد على أهمية القوى الناعمة، أهمية الدراما والسينما، أهمية الفن، أهمية الفكر، وده بيؤكد إنه سيادة الرئيس مدرك تماماً أهمية سلاح القوة الناعمة وتأثيرها. ويمكن ده يعني يكون الترجم خلال الفترة اللي فاتت من خلال اهتمام الدولة، وشفنا بعنينا اهتمامها بالملف ده سواء بالإنتاج الدرامي أو الفكري
أو دعم دور الأزهر الإقليمي والدولي، أو إنشاء المدن الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة يا جماعة لو بصيتوا حواليكم هتلاقي الدراما المصرية رجعت تاني تاخد مكانها التاريخي في المنطقة. لو بصيت في كل الفعاليات الفنية مثلا أو الثقافية أو الفكرية اللي بيتم عقدها في الدول المحيطة، هتلاقي آلاف المصريين حاضرين بقوة. بإيه بقى؟ بفنهم وعلمهم وفكرهم. وهتلاقي سيادة الرئيس طول الوقت بيرد الاعتبار، طول الوقت بيرد الاعتبار للقامات المصرية الفنية، وما بيتأخرش أبدا في التواصل مع المبدعين علشان يدعمهم ويدعم مشاريعهم المهمة، زي مثلا ما حصل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال. ده غير كمان اتصالاته اللي لا تنقطع لدعم كبار الفنانين وقت أزماتهم الصحية، زي ما حصل مثلا مع الفنانة العظيمة الراحلة فاتن حمامة، والفنان الكبير حمدي أحمد، وتكريم الفنانة سميرة أحمد، وزيارة الفنانة الراحلة الكبيرة شادية في المستشفى في فترة مرضها الأخيرة. كتير قوي وغيره 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 من الخطوات اللي بتقول إنه السيد الرئيس مدرك تماما أهمية الفن وقوته وتأثيره. والحقيقة إنه اهتمام مؤسسات الدولة المصرية بإحياء سلاح القوة الناعمة مرة تانية بيعبر عن رؤية أو رؤى ناضجة من السيد الرئيس للبلد، لمصر ومكانتها وقوتها في المنطقة. احنا عارفين انه مصر طول عمرها لا كانت دولة بترول ولا دولة سلاح ولا دولة أطماع، لكن تأثيرها المباشر في الوجدان العالمي كان بيجي من فنها وإبداعها وعلمها اللي بتنشره في العالم من عهد الفراعنة لحد النهاردة. عشان كده لو رجعنا وشفنا أكتر حاجة كان بيركز عليها أعدائنا، أعداء البلد دي، وتحديدا مثلا الإخوان، هتلاقيهم إن هم بيبقوا عاوزين يضربوا سلاح القوة الناعمة. ولو تلاحظوا هم بيحاربونا بنفس السلاح، هو بيطلع بصباعه كده يشاور من على منبر إعلامي سلاح القوة الناعمة، لأنه ببساطة الإخوان عارفين أنه الفن أو الإعلام هو السلاح الأقوى في منظومة القوة الناعمة للدولة المصرية، وعارفين كويس أنهم عندهم فقر إبداعي. عندهم فقر إبداعي، حاولوا سنين طويلة وصرفوا مليارات كثيرة عشان ينتجوا فن يروج لأفكارهم، عشان ينتجوا قنوات تروج لمخططاتهم. بس كالعادة فشلوا، طلعوا منتج ماسخ بطعم أفكارهم. الكلام ده يعني مش بس في الفن على فكرة، لأ كمان في الرياضة أخيرا، وفي حاجات كتير تانية أخيرا بقى. وبعد سنين من إدارة الملف الرياضي في مصر بشكل عشوائي، شفنا اهتمام غير عادي سواء على مستوى الاهتمام بالرياضة عموما أو الإنشاءات الرياضية، وشفنا سيادة الرئيس بنفسه بيشجع ممارسة الرياضة، بيشجع جموع الشعب على أنهم يمارسوا الرياضة. وعلى أرض الواقع شفنا خطوات سريعة في تطوير المشاركات المصرية في البطولات المختلفة، وأعاد تطوير مراكز الشباب. يعني إحنا شفنا آلاف البرامج اللي استفاد منها ملايين الشباب، واستضفنا ونظمنا حوالي تقريبا كام يا أولاد بطولة
140 بطولة دولية وقارية، والشغل على مستوى الإنشاءات ما بيقفش. الشغل ماشي. الإنشاءات والبنية التحتية اللي هدفها تحسين مستوى الرياضة المصرية. طبعا يعني ده غير الدعم المعنوي، الدعم المعنوي المستمر من السيد الرئيس لكل أبطالنا في كل الألعاب المختلفة. هقول بقى في آخر ده كله، تحيا مصر. إن الوطن سينطلق بسواعدكم وأفكاركم إلى آفاق أرحب من البناء والتقدم. إدارة الحوار الوطني أعلنت اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمد محمود فوزي الأمين العام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، اللي هتبدأ أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي. إدارة الحوار الوطني قالت إنه مهام المنسق العام للحوار الوطني هي بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا بطريقة تضمن المشاركة الفعالة وفقا لرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. ضمن اللي انا بتمناه ان احنا كمصريين وانا واحد منهم نشوف الشاب المصري زيه زي افضل شاب في العالم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي.
البطل الحقيقي لمعركة الحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها وعن مقدراتها وإعادة بنائها وتنميتها، إنما هم المصريون. السادة المشاهدين، يعني امبارح كنت لسه بقول لكم أو بحكي لكم قصة الخلاف اللي حاصل بين جوني ديب وأمبر هيرد وخناقة شاكيرا وبيكي، وكان الغرض إننا نقول إنه عادي يا جماعة، يعني لما تحصل عندنا مشكلة فإحنا زينا زي غيرنا زي أي مجتمع، يعني بلاش نجلد نفسنا وإن إحنا نوحش في نفسنا زيادة عن اللزوم. الجديد بقى يعني اللي بيأكد كلامي حكاية براد بيت وأنجلينا جولي. ليه بقى؟ هقول لكم. براد بيت وأنجلينا كانوا شركاء في مشروع كانوا عاملين مصنع، عاملين شركة لإنتاج النبيذ طيب في فرنسا. أنجلينا قررت إنها تبيع حصتها في المشروع ده، ممكن تكون من بعد ما انفصلوا مش عايزة يكون مثلا في احتكاك بينهم أو اتصال أو علاقة، احنا بنقول عليها مش عايزين ديل عندنا في مصر، حتى لو كانت علاقة شغل. براد ما عجبوش الكلام ده، وقال ان أنجلينا عارفة كويس ان هو متعلق بالمشروع ده قد ايه، وانها لما تبيع الحصة بتاعتها بالشكل ده لحد تاني يبقى اكيد هي بتتعمد انها تأذيه، عايزة تأذيه. وكان في اتفاق بينهم المفروض انه اللي يبيع حصته لازم انه ياخد موافقة التاني. لا ومش بس كده، أنجلينا وبراد اللي هم كانوا يا جماعة أشهر قصة حب في هوليود وفي العالم، براد رفع قضية ضد أنجلينا اللي هي طليقته حاليا. هو قام من النوم بقى وصحي وقال لك بقى ايه الست دي عملت فيها ايه، افتكر انها عملت فيه ايه النهاردة، وطلعوا انه الاتنين كان في بينهم قضية سنة 2016 بخصوص اجراءات الطلاق ومشكلة ايه حضانة الولاد. دي امريكا يا جماعة ونجومها، نجوم هوليود عادي عادي. على فكرة يعني هم كانوا مرتبطين لفترة من غير جواز وما شاء الله جابوا لنا 6 أولاد، ولما اتجوزوا رسمي كان سنة 2014، اتطلقوا بعدها بسنتين تقريبا. براد كمان بيقول انها قعدت فترة ما تدفعش اللي عليها، ما تصرفش على المشروع قبل كمان ما تبيع حصتها. يعني الست ايه بقى، كانت النية مبيتة ان انا هوريك، يعني هوريك. قصدك تقول ايه يعني يا براد طيب من الكلمة دي؟ يعني قصدك مثلا تقول انها نصبت عليك؟ ها؟ يعني انا مش فاهمة، يعني أنجلينا جولي نصبت عليك؟ ده اللي باين من الكلام اللي انا قلته، الكلام اللي انا قلته دلوقتي مش كلامي، ده كلامه هو. بصراحة يا جماعة أنجلينا عملت حركة معلم. معلم. لبست براد بيت في الحيط. حد كان قال لك يا براد طيب انت اللي جبته لنفسك؟ حد قال لك تخونها مع ماريون؟ اشرب بقى، اشرب يا عم، تزعلش. على فكره يا جماعه انا متضامنه مع أنجلينا، انا متضامنه معاها. هو ده مش حقها؟ حقها ولا مش حقها ان هي تبيع حصتها؟ هي حره تبيع للي هي عايزاه، هي حرة. هي جت وسألتك انت عرفت الست دي ليه يا براد؟ ما جاتش سألتك، خلاص يبقى كل الاتفاقات، ما انتوا اتفقتوا في الاول على الاخلاص صح؟ اتفقتوا على الاخلاص وما اخلصتش، اتفقتوا على الشغل وهي ما التزمتش، يبقى كده خالصين. بصوا يا جماعة، اللي بيجي على المرأة
واللي بيظلم المرأة يتحمل، هو اللي جابه لنفسه. وأنا على فكرة أنا مع المرأة القوية، المرأة اللي ما بتسيبش حقها، اللي ما تستسلمش. اوعي اوعي يجي عليكي وتقعدي على جنبه وتدمعي دمعتين وتقولي ده خاين، ده معرف ايه، ده عمل. ما تعمليش كده، دايما قولي لنفسك دي البداية مش النهاية. أنا مع المرأة اللي بتاخد حقها، خدوا حقكم. برافو عليكي يا أنجلينا، أنا بحييكي وبدعمك على فكرة، ولما يستدعوكي للقضية كلميني وهتشوفي بقى أنا هعمل معاكي إيه. هوريكي ستات مصر الجدعان بيعملوا إيه، الست المصرية اللي بجد. مستنياكي بيقولي لي ها، نزلوا لأنجلينا يا جماعة الصفحة بتاعتنا. مستنياكي يا أنجلينا تتواصلي مع قناة المحور وبرنامج 90 دقيقة ومعاكي بسمة وهبة، وهنقف معاكي وقفة جدعان الست المصرية. طيب بعد ده كله بقى عايزة أقول حاجة مهمة جدا. أنا ليه بتكلم في القصة دي يا جماعة؟ قبل ما أقول أنا ليه بتكلم في القصة دي، في حاجة مهمة عايزة أقولها. الرجل، أي رجل بيجي على ست ما بيكسبش. دايما عايزك تفتكر الكلمة دي، أي رجل في الدنيا افتكر الكلمة دي، اللي بيجي على الستات ما بيكسبش، اللي بيظلم واحدة ست ما بيكسبش. مش لازم تكسب، ما بتكسبش فلوس، هي الحياة مش كده أبدا. الحياة مليانة مكاسب تانية كتير، دي عايزة حلقات عشان نقعد نقولها خلاص. وعايزة أقول لكل ست، وعايزة أقول لك يا أنجلينا جمدي إن شاء الله هتكسبي القضية وأنا معاكي. عايزة أقول بقى تاني ليه أنا بقول الكلام ده، نفس الكلام اللي كنت بقوله امبارح يا جماعة. إحنا كمصريين قضايانا ومشاكلنا اللي بنمر بيها من أي نوع، حتى مشاكل مثلا العنف الأسري والعلاقات الزوجية ومحاكم الأسرة، عادي عادي بتحصل في كل حتة في العالم. ما هو حتى الفنانين العالميين بتوع هوليود أهو مشاكلهم منشورة على حبل الغسيل، محدش يجي بقى ويقول لي ويشاور بصباعه ها المتآمرين أعداء البلد، العضو يطلعوا المقطع كده ويجتزئوه ويطلع يعمل لك كده ويقول لك مصر فيها لا يا مستر لا، شوف انت امريكا فيها ايه وبلاد العالم اهي فيها ايه. مصر مش العليقه، مصر مش الشماعه، ما تحطوش مصر في دماغكو. كل اللي بيحصل ده اهو زينا زي اي بلد في العالم، ادي امريكا اهو اهو. ايه مفيش يا جماعة حاجة بيمر بيها أي بلد ما بتحصلش في بلد تانية. تحطوش مصر في دماغكو عشان مصر أكبر من دماغكو على فكرة. عندنا بقى موضوع تاني يا جماعة برضو مهم بقى جدا، برضو هبقى متضامنة فيه. يعني أنا كنت متضامنة في اللي فات ده مع أنجلينا، أنا هنا بقى متضامنة مع اللي هتكلم فيه دلوقتي. أنا أهلاوية يحق لي حلالي ماشي بإيه؟ بهدوء وبروح رياضية. طيب عايزة تقولي إيه بسمة؟ عايزة أقول كلنا صحينا يا جماعة النهاردة على تغريدة الموسيماني بيقول فيها على مدى 20 شهرا الماضية هذه هي رحلتنا اللي باركنا الله بها، المولى باركها. نحن ممتنون ومتواضعون، تغيير اللعبة من أجل الخير. محدش بقى فهم يا جماعة هو موسيماني يقصد إيه بالظبط. أنت عايز إيه يا موسيماني؟ عايز تقول إيه؟ بترمي الإيه بالظبط؟ والأهلوية كلهم وأنا منهم طبعاً بقينا عندنا أسئلة كتير عايزين إجابات ليها. أكتر سؤال شاغل بالنا،
هل سيرحل موسيماني من الأهلي؟ هل حان وقت الرحيل؟ خصوصا كمان بعد ما الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني فتح مصور التصريحات وهاجم الإدارة وانتقد السيستم في النادي الأهلي، وراح إيه ختمها برسالته دي اللي شكلها كده رسالة الوداع، هتوحشنا يا موسيماني. هقولها تاني يعني، ختمتها بالرسالة دي يا موسيماني وشكلك هتوحشنا واحنا اللي هنقول لك باي باي. خلونا نعرف بقى تفاصيل اكتر، يعني انا يمكن انا متحيزه بقى اهلاويه وكده، يعني نجيب حد بقى منصف او عايزين نعرف نفهم. احنا معانا على الهاتف الناقد الرياضي محمد مهدي. برحب بيك يا استاذ مهدي في 90 دقيقه، ازاي صحتك؟ الحمد لله يا دكتور، اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين. اهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ لازم اعرف من اولها كده. مصراوي، بشجع مصر. ذكي جدا، ماشي. الحمد لله. ايه اللي بيحصل في ملف موسيماني وليه الدنيا سخنت كده مره واحده؟ بص يا دكتور، اولا انه حاليا اللي بيحصل بين موسيماني وبين اداره النادي الاهلي هي لعبه القط والفار. موسيماني جاي له عرض خليجي برقم كبير جدا وزهق من اللي بيحصل في النادي الاهلي. لا 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 لا، تاني الحته دي، جاله ايه؟ عرض خليجي برقم كبير جدا، حلاوه، اضعاف اللي بياخده من النادي الاهلي. ضعف اضعاف اضعاف اللي من اللي بياخده في النادي الاهلي. نادي خليجي يا حلاوه. ها، اصلا انا مش زعلانين عليه يعني. الموضوع العرض ده انه موسيماني شايف نفسه ان هو عمل انجاز كبير جدا للنادي الاهلي، والتويته الاخيره بتاعته خلاص هي شرحه لكل شيء. طبعا النهارده هو عمل تصريحات كثيره جدا، اتكلم في كل حاجه وقال يا جماعه انا مهما بعمل اي شيء ما بيرضوش عني، افوز ببطولات الناس بتهاجمني، اكسب ماتشات الناس بتهاجمني، طول الوقت هم عايزين مكسب 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 مكسب، ما يعرفوش يعني ما بيعرفوش معنى الخساره. ممكن تبقى كسبان بطوله واثنين وثلاثه وتخسر ماتش فتلاقي انتقادات شديده، فبالتالي هو بيتكلم في العقليه بتاعه جمهور النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي او الاعلام الاهلاوي انه طول الوقت ضد موسيماني. وكمان زوجته هي مديره اعماله كمان النهارده كان لها تصريحات في الشأن ده، قالت انه موسيماني في الفترة. معلش بقى، يعني انا عايزه اعرف هي ايه حكايه مراته؟ يعني هي دورها ايه في القصه دي؟ هي عايزه ايه؟ مراته هي مديره اعماله. وماشي، وبعدين مديره اعماله هو يعني بتدافع عن جوزها، مش مديره اعمال الاهلي. ايوه، بس هي من حقها ان هي تدافع عن جوزها ويعتبر هي وكيلته. معلش بقى قول لي، هي اللي جايبه له العرض ده؟ هي اللي جايبه له العرض ده. وخلي بالك الفتره اللي فاتت انه النادي الاهلي اخطا في شيء يا دكتور برضو، انه تسرع في التجديد لموسيماني، لان النادي الاهلي جدد لموسيماني من 3 شهور بالظبط. موسيماني لسه عقده مع النادي الاهلي مستمر. بقول لك ايه، خد الشر وراح. لا هو لسه ما راحش، ما هي اللي بيحصل دلوقتي هياخد الشر ويروح. كمل كمل. ان هو في 3 شهور شرط جزائي، فبالتالي ان هو هيقرف النادي الاهلي والنادي الاهلي بيقرفه عشان خاطر نخرج من بعض. طالما انت تاخد شرط جزائي لا تدفع فلوس ولا احنا كنادي اهلي ندفع فلوس. هو بالنسبه له خلاص شايف ان الامور بالنسبه له بقت صعبه جدا، انتقاد من كل مكان في من النادي الاهلي. كمان امبارح كان في اجتماع معاه مع مجلس اداره النادي الاهلي. طب خليني اسالك الاول، هل موسيماني قصد بالتغريده دي الاخيره اللي كتبها اللي انا قلتها انه ده الوداع، ده بيودع الاهلي؟ ملهاش تفسير تاني غير كده، خصوصا انه التصريحات بتاعته اللي كانت قبل التويته دي كانت كلها هجوميه وشهدت انتقاد كبير جدا على السوشيال ميديا. هو طبعا متابع جدا لموضوع السوشيال ميديا وعنده شركه بي ار خاصه بتنقل له كل حرف بيتكتب عنه. وعلى فكره بقى يعني انا مستغربه، هو اول مره هاجم الاهلي كده على فكره، يعني لهجته لهجه شديده، لانه مش حلوه. زي ما قلت لحضرتك هو جاي له عرض خليجي برقم كبير، فباع بقى، بايع بنمره واستماره. خلاص بقى، مش انتوا بتقدوني وانا مش عاجبكم وانتوا بتقولوا موسيماني وحش وبتاع، خلاص انا وحش يا جماعه سيبوني امشي. يعني يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز طيب منك، انا وحش وبتنتقدوني سيبوني امشي. طيب حاجه مهمه بقى، في اجتماع زوم مع موسيماني كان امبارح صح؟ بالظبط، مع اداره الاهلي. يلا بقى قول لي ايه اللي حصل كان امبارح الاجتماع زوم مجلس الاداره، كان الكابتن الخطيب وكانت شركه الكوره ياسين منصور ومصطفى فهمي وكابتن حسام غالي، وكانت لجنه التخطيط
زكريا ناصف ومحسن صالح. طبعا موسيماني موجود في المغرب حاليا في دوره تدريبيه بيعملها الفيفا هو مشارك فيها، عملوا اجتماع معاه زوم، الاجتماع ما كملش اكتر من 10 دقائق. النادي الاهلي الكابتن خطيب اتكلم معاه في فكره ان انت بتاخد اجازات كثيره جدا وده مش مناسب بسيستم النادي الاهلي، بتدي اللعيبه اجازات كبيره جدا. هو ما رجعش من يوم ماتش الوداد؟ لا هو رجع وسافر تاني المغرب. رجع خد الشنطه ومشي زي ما قلنا له. سمع الكلام بقى. عنده اللي خلى موسيماني طول الوقت بتابع وبيكتب الكلام ده وبيقول التصريحات دي، عنده شركه بي ار خاصه من جنوب افريقيا بتتابع كل كلمه بتتقال على موسيماني في الاعلام، سواء على السوشيال ميديا او في البرامج او في القنوات الفضائيه، اي كلمه. ومراته متابعه جدا. متابعه جدا، فبالتالي هو مركز وبتعمل اتصالات مع كل الناس. هري 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 على فكره يعني. بالظبط. فهو يعني ما هو اهم حاجه يعني هو مشروع، هم بيعملوا بيزنس. بالظبط. لانه خلي بالك كمان يا دكتور، العقد بتاعه القديم كان 120,000 دولار، العقد الجديد بقى 180,000 دولار، زاد مره ونص. الحاجة الثانية، هو كان عنده مشكلة في العقد القديم، كان في مساعد معاه من جنوب افريقيا كان بياخد 30,000 دولار شهريا. هو طبعا موسيماني بيتعامل ان هو بياخد الفلوس من النادي الاهلي وهو بيوزع على الجهاز اللي معاه، الجهاز اللي معاه كله من جنوب افريقيا، فبالتالي هو المسؤول. يعني العقد بتاعه ده البنود بتاعته، انه العقد 120,000 دولار في الشهر او 180,000 دولار، موسيماني اللي بياخد ال 180,000 دولار ويوزع بقى على الناس اللي معاه، يديهم بقى ما يديهمش، دي حاجة ما بينهم وبينه. الفترة الأخيرة كان في 30,000 دولار للمدرب المساعد بتاعه مشي من النادي الاهلي. ما ادهلوش بقى ولا ايه؟ هما بيتعاملوا مع بعض، بس لسه النادي الاهلي بيدفعها حتى الان، انه هو بياخد راتبه كاملا ومش راضي يضيف اي حد جديد على الجهاز الفني. فبالتالي من امبارح في الاجتماع الزوم النادي اشترط عليه ان انت لازم تجيب مدرب عام ثاني مصري مع سامي قمصان، ولازم يبقى في معد بدني جديد غير المعد اللي موجود ده لعيبه النادي الاهلي. لا بص، عشان انا عايز افهم، يعني هما بيتكلموا معاه ان هو ان هو يكمل ولا ان هو يمشي؟ يعني الاهلي بيتكلم معاه في ايه؟ الاهلي بيتكلم، بيحط شروط لموسيماني، لو موسيماني وافق على الشروط دي هيكمل عقده مع النادي عشان يعقد الامور مثلا. لازم نشغل مخينا. هو النادي الاهلي فيه جزئين دلوقتي، ولا هو باقي على موسيماني فعلا؟ لا هو مش باقي، هو دلوقتي فيه شركه الكوره ولجنه التخطيط شايفه انه خلاص موسيماني دوره انتهى مع النادي الاهلي، ولكن كابتن الخطيب شايف انه موسيماني لازم يكمل مع النادي، فبالتالي في رايين، يعني في خلاف جوه اداره النادي الاهلي، في انقسام انه كابتن خطيب عايز موسيماني يكمل تجربته وشايف ان هو ليه. يا كابتن خطيب بقى، يا كابتن خطيب بقى، كفايه موسيماني بقى. هو شايف يا دكتور انه طبعا كابتن خطيب كان هو صاحب فكره التعاقد مع موسيماني، وده اول مدرب يعني من افريقيا يتولى تدريب النادي الاهلي، فبالتالي التجربه تكمل. شركه الكره شايفه انه موسيماني مش هو البراند بتاع النادي الاهلي، انه النادي الاهلي ما ينفعش يبقى مدرب افريقي طبعا، وبيخسر النادي الاهلي بطولات وبيخسره فلوس. بالظبط. فده الانقسام اللي موجود. طب يعني الحق، يعني نتيجه بقى اللي انت قلته ده، الاهلي هيبدا يدور عن بديل لموسيماني، ولا الكابتن الخطيب عشان يريد بقاء موسيماني فمش مشكله بقى دلوقتي ان احنا نبحث عن بديل لموسيماني؟ لا، الاهلي شغال في الاتجاهين، هو بيضغط على موسيماني باضافه عناصر في الجهاز، ولكن هناك بحث عن بديل لموسيماني. ومن ناحيه ثانيه شغال بيبحث عن مدربين اجانب، هو دلوقتي بيتكلموا في مدرب الماني او من الجنسيه الالمانيه يعني، او المدرسه البرتغاليه، واحد من الاثنين البديل. بالظبط كده. وفي سير ذاتيه كتير، وتم تكليف سمير توفيق. طب ليه ما فيش مدرب مصري؟ النادي الاهلي هم شايفين انه البراند بتاع النادي الاهلي ما ينفعش يبقى مدرب مصري، مش هياكل مع اللاعبين يعني، لازم يبقى مدرب اجنبي موجود، ده اللي متعارف. احنا دايما كده نحب عقده، عندنا عقده الخواجه، عندنا كفاءات مصريه والله رائعه. بلاش اقول لك بقى زي مين، انا مش عايزه اسخن. لا، ما فيش مدرب مصري سيتولى تدريب النادي الاهلي. بتقول ايه؟ معلش استنى يا اسماعيل. ما فيش مدرب مصري سيتولى تدريب النادي الاهلي. ليه؟ خلاص، هو قرار في النادي الاهلي ان المدرب هو مدرب اجنبي. طيب، فاللي جاي لا اما موسيماني يوافق على الشروط اللي النادي الاهلي حطها ويكمل عقده، او يمشي موسيماني ويتم التعاقد مع طيب المدرب. يا محمد، انت شايف يعني انه غضب الجمهور مش واصل لاداره النادي الاهلي، خاصه بعد الخساره الاخيره مع الوداد؟ طيب نتكلم بصراحة، هو واصل لإدارة النادي الأهلي، ولكن هو في جزئين، إنه كلام كتير على السوشيال ميديا إن إدارة النادي الأهلي تدار عبر السوشيال ميديا، فبالتالي إنه الموضوع ده عمل حساسية
مش سوشيال ميديا، احنا مش لينا اللي حصل في الماتش، اللي بيحصل هو ده اللي بنحكم عليه، ولينا بالنتيجه بنحكم عليها. بص يا دكتور، اول ربع ساعه يا عم، ده احنا جالنا شلل واحنا بنتفرج. ما هو للامانه، ما هو يعني كلام موسيماني هو عنده جزء من الحق فيه، ان انت كاداره النادي الاهلي ادرت الازمه بتاعت مباراه النهائي بشكل خاطئ، وحسست الناس وحسست للاعبين ان النادي الاهلي مظلوم ورايح المغرب غصب عنه وبتاع، فبالتالي انه اي نتيجه سلبيه، ده حتى ده الموسيماني اللي بيتكلموا في الغرف المغلقه، انتوا كاداره النادي الاهلي خلاص انتوا رايحين راميين طوبه الماتش، احنا رايحين غصب عننا ان احنا مظلومين، فبالتالي انه اي نتيجه سلبيه ما يشيلهاش موسيماني، رغم انه حتى كان في اخطاء ليه؟ فنيه. ليه ليه؟ لانه النادي الاهلي يا دكتور فرش الفرشه انه النادي الاهلي مظلوم وهيروح يلعب في المغرب غصب عنه، وانه الكاف واقف مع الوداد ضد النادي الاهلي، وان في مؤامره اتعملت على النادي الاهلي، والحضور الجماهيري كله كان لفرقه الوداد وبيلعبوا على ارضهم وسط جمهورهم، فبالتالي انه فرصه النادي الاهلي في الفوز بالبطوله ضعيفه. ده ادى انطباع لموسيماني انه خلاص انا عندي. معلش بقى، معلش لحظه، يعني انا فهمت كده انه اداره النادي الاهلي خايفه تاخد القرار عشان ما يقولوش ان ده استجابه للسوشيال ميديا. ده اللي بيحصل دلوقتي، يا سلام، ان هو موسيماني اللي اخطا. طب ما السوشيال خلاص بقى، انا مش هكمل عشان الناس هتزعل. ما يتقالش ان السوشيال ميديا هي اللي بتدير النادي الاهلي وهي اللي بتاخد قرارات، ولما السوشيال ميديا. معلش يعني الاهلي يفضل يخسر عشان ما يتقالش كده؟ حضرتك عارفه انه بيبقى فيه يعني نوع من الحساسيه، انه في الاخر برضو احنا مجلس اداره النادي الاهلي ما ينفعش. يعني يفضل منكدين علينا وعلى الجمهور علشان ما يتقالش انه ده طلب او تحقيق للسوشيال ميديا واللي عايزاه؟ لا، في المقابل ده جزء، في المقابل اداره النادي الاهلي عارفه ان موسيماني جاي له عرض برقم كبير جدا، وان موسيماني عايز يمشي. خلاص ما تسيبوه يا عم يمشي بقى، ما يمشي. هي القصه ان ماسكين فيه ليه؟ هم مش ماسكين فيه، هم القصه فيه شرط جزائي 3 شهور، الشهر 180,000 دولار، فبالتالي لو النادي الاهلي صاد قرار بالاستغناء عن موسيماني، النادي الاهلي هيدفع لموسيماني 3 شهور في 180,000 دولار. لو موسيماني استقال هو اللي مشي، هو اللي يدفع للنادي الاهلي. هو طبعا مش هيعمل ده، هو باللي بيعمله النهارده من التصريحات دولار ينطح دولار، ما يسيبوش دول الدولار ابدا. بس الشرط الجزائي ده بقى في العقد القديم ولا في الجديد؟ في العقد الجديد. الجديد؟ في العقد الجديد. خلي بقى، ما هو ده بس ده لسه ما اتفعلش يا محمد. العقد ده من شهر واحد، هم معاهم العقود، يعني الموسيماني وزوجته معاهم العقود، وتم الاتفاق على كل شيء في التفاصيل. فهي القصه دلوقتي انه الاثنين الطرفين، ما تاخدها من قصرها بقى يا موسيماني، وتبقى لطيف كده وظريف كده، وخد شنطتك ومع السلامه بقى وريحنا. هو عم ربنا يبارك لك في اللي جاي بقى، وخلاص بقى، ما انت معاك اضعاف الاضعاف اهو بقى. يلا هيعمل ده في حاله واحده، ايه؟ انه النادي الاهلي يقول له خلاص احنا يعني. ايوه بس ما هو لو النادي الاهلي اللي قال له خلاص، ما هو مضطر يدفع له ال3 شهور دول. هو القصه يا دكتور، هما الاثنين بيقرفوا بعض دلوقتي عشان خاطر يسلموا على بعض، ويقولوا ان احنا هنخرج مع بعض بالتراضي، لا انتوا تاخدوا فلوس ولا احنا ناخد. انا من رايي نقعد مع مراته اداره النادي الاهلي، وانا ممكن برضه ابقى موجوده يعني، ونتكلم مع مراته ونقول لها ده قصاد ده. صعبه جدا في التقاوم. واقول لها خدي جوزك وتوكلي على الله وانفدي بجلدك. هو كده كده في المغرب، ممكن نطلع من المغرب على جنوب افريقيا. يلا بقى، يلا يا ريت. انا بشكرك جدا الناقد الرياضي محمد المهدي، واضح كده يا جماعه انه ربنا هيستجيب لدعائنا ودعائي، وان شاء الله موسيماني يمشي، وربنا يهدي علينا الكابتن الخطيب وياخد هذا القرار، لانه قادر انه ياخده، قادر انه ياخده. املنا فيك كبير يا كابتن خطيب، ارجوك كفايه موسيماني، النبي عليك يا شيخ كفايه موسيماني. فاصل وبقى هشوفكم في المطبخ. اننا على مدار السنوات الماضيه قد اجتزنا فترة من أصعب وأدق السنوات التي مرت على أمتنا بمدار تاريخها الطويل.
وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك تقرب، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا ويايا. ايوه وانجح صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، والشوق يناديلك جوايا، وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا. يا جامد يا كنزي، ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ ايه ده العسل ده والجمال ده؟ جمالك حبيبتي. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، وانا جاهزة النهاردة عشان اوري الشيف مصطفى ان الطبخ ده لعبتي، عشان في مكرونة دي اصعب حاجة المكرونة طبعا. طب والله العظيم تصدق هقول لك ليه بقى دلوقتي، بطلت نفس مني. حاضر. ايوه مش هرحم الشيف مصطفى، اصل بصوا النهارده يا جماعه مفيش رحمه للرجاله، الفقره دي مفيش رحمه للرجاله، ومفيش راجل في الاستوديو هياكل معانا، انا وكنزي بس. اصل الحقيقه يعني بيني وبينكم كده شايفه يعني كان في شويه بوستات على اخبار على فيديوهات من رجاله قال ايه بيطلبوا الرحمه من الست. لا والله لا والله، الست انتوا عايزين هي اللي ترحمكم ولا انتوا اللي ترحمونا؟ وقال ايه انهم مظلومين يا كنزي. لا والله انتوا اللي مظلومين، واحنا ايه بقى؟ احنا ايه؟ والست قال ايه يا كنزي؟ مفترية. يا سلام، امال احنا مفتريين، امال انتوا تبقوا ايه؟ ومش كده وبس، على فكرة ده في يعني ستات دخلوا على الخط ومن باب خلف تعرف بقى، اللي هو بقى عارفين يا جماعه اللي هو انا لازم ابقى ضد الموضوع عشان انا لازم اعمل بقى فيوز ولايكات وكده، فانا لازم اقول تصريح يعني غريب. ارحموا الرجاله بجد، الستات ايه؟ الرجاله تعبانه؟ اه تعبانه ماشي، ما قلناش حاجه. طب ما الست كمان تعبانة. الرجالة بتشقى؟ ماشي بتشقى، الله يعينك. طب والست ايه؟ ما بتشقاش؟ على فكرة مش بنكر ابدا، والله ما بنكر، بس الست كمان بتشقى وبتتعب، سواء بقى الست مثلا يا كنزي اللي بتشتغل، بتشوفي مامتك يا حبيبتي في البيت مامتي بتشتغل، بتشقى ولا مش بتشقى؟ يعني اجي اقولك انه باباكي بيشقى، وباباك اسمه ايه؟ يوسف. ومامتك؟ ايمان. يا يوسف ارحم ايمان. طب وهي مين يرحمها؟ مين يرحمها؟ او ست البيت كله بيتعب على فكرة، وكله بيشقى، بس انا عشان اكون فير انا هسمع منكم، اتصلوا بيا وايه ومش يعني هقبل كل النقد وكل كلامكم هتقولوه. مستنية سؤال حلقتي النهاردة، هو مين اللي يستحق الرحمة أكتر، الراجل ولا الست؟ مستنية إجاباتكم على الأرقام المكتوبة، اتصلوا بيا وأنا معاكم على الخط، وعلى صفحتنا على الفيسبوك، اوعوا تنسوا أنجلينا جولي صفحتنا على الفيسبوك، أنا مستنية منها يا جماعة رد. ها خلوني بقى ألحق الشيف مصطفى ونشوف هيعمل إيه، وخلوني بس الأول هرحب بالمطربة الجميلة كنزي يوسف. برحب بيكي يا حبيبتي في 90 دقيقة. يا قمر منور منور. ها مصطفى. ها دكتور. مصطفى أنت ليه منفسن مني يا مصطفى؟ لا مفيش حاجة. لا أنت منفسن مني يا مصطفى. لا لا. والنهاردة أنا هكلم المدام في التليفون، هكلم مراتك في التليفون. حاضر. إيه؟
عامل لنا ايه يا مصطفى النهارده؟ كبده ومكرونه بالسجق. ايوه. وهنعمل بطاطس حره وسلطه بلدي. طيب حلو قوي. عايز اسالك بقى سؤال، السجق ده انت هتحطه كده على الوش ولا هيتقطع ويتحط على المكرونه؟ لا هنسويه وناخد شويه على الوش وشويه جوه المكرونه. ايوه، بحيث ان الديكور يعني على الوش. أيوة. وبعدين جواها، بس عايزينه مفلفل بقى يعني مش هتشط. لا مش هتشط. سبايسي. ايوه سبايسي. ماشي. والكبده برضو نفس الحكايه، اسكندراني على الوش برضو وشويه في الصور. ماشي. وبعدين انا شايفه نوعين مكرونه مقصوصه وبتاعه الفرن اسمها مشطوفه. لا فرن او فرن. هي دي بن عربياتا. ماشي ماشي. دي مرمريه. مرمريه. ماشي. طب بص، مين اللي بيقول لي في الاعداد المرمريه دي تبعي؟ انت مين؟ محمود خليل. تبعك ليه محمود؟ انت بتحجز تاكلها. ابقوا وروني هتنزلوا تعدوا هنا ازاي النهارده. انتوا مش اول ما العطله حصل قلتوا لي انه الكاميرا والشاشه حاسه باللي هتعمليه في الرجاله النهارده. مفيش راجل هياكل في الاستوديو النهارده، انا ومي وميار وكنزي بس اللي هناكل. سامع يا مصطفى؟ ماشي يا دكتور. وطبق تاخده للمدام في البيت كمان. النهارده اكل الستات. طيب دلوقتي عايز اسال سؤال، المكرونه بقى علشان انا داخله لك، بس ايه سخني كده عشان انا داخله عليكي دلوقتي مصطفى. المكرونه انا من نوع اللي بحبها جدا الدنتا، اللي هي تبقى مش مستويه قوي. أيوة زي اللي بيعملوها الطلاينه. صح. ما تعجنش. بس بص بقى بعملها برضو كده، هل هم في حاجه بيعملوها مخصوص تبقى حضرتك عشان انت ما بتعمليش حساب، يعني انت بتسلويها تبقى عامله حساب ان هي لسه هتنزل في صوص. اما انا عارفه يعني اسلقها قد ايه. ادينا وقت سوى. ايوه النص سوا ده قد ايه؟ ما حسب النار، بس هو يعني خلينا في العشر دقايق. هم يعني عشر دقايق ده كتير على فكره. مش هتيجي بجد؟ يعني عشر دقايق. طيب عشر دقايق ماشي. انا بقى بحط في الميه يا جماعه، وانا بغلي المكرونه بحط قبل ما انزل المكرونه بحط فيها نقطه زيت عشان ما تعجنش. شويه ملح. ملح عشان يطعموها. بطل تنفسن مني يا مصطفى. حاضر. اسمع انا بعمل ايه، ما طيب. تنفسنش مني. بصوا يا جماعه، انا بحط على الميه والمكرونه بتتسلق بحط حبهان وبحط ورق الغار وبحط ماجي. لو عندك ماجي حطي ماجي واسلقي، وحبهان وحطيها واسلقيها، قلنا العشر دقايق. ماشي. بعد العشر دقايق بقى الصلصه. انت بقى بتعمل الصلصه ازاي؟ انا بحط في كوبايه سخنه الصلصه. في برضو حاجه في موضوع اما انت لازم تعدل عليا يا مصطفى عشان تعرف ان انت نفس مني. قول ان هي لما بنصفيها بنبرد عليها بميه، ما تبرديش عليها. ليه بقى؟ في صينيه بتتهري وتتكسر من الموضوع ده برضو. الله. والله يعني الميه. ايه يا كنزي قولي. ايوه. سامع انت ليكي في المطبخ؟ حلاوتك يا كنزي. ايه بقى نعمل ايه؟ ما نعملهاش بالميه؟ ما تنزلش. لا غير ان هي كمان كده بتنزل النشويات بتاعتها. ف ما هي بتنزل. يا نهار ابيض. عشان كده ما بتطلعش معايا مظبوطه. في صينيه واقعد اغير في الصلصه واقعد اغير في مش عارف وقت طب يا جماعه بصوا، عرفتوا الموضوع ده السر فين؟ ما تغسلوش. ده انا ايه اصفيها وانزل الميه. بتقولي ايه يا ميار؟ انت كده تغسليها، تغسليش تاني يا ميار. طيب مصطفى السجق بقى، بصوا يا جماعه النهارده الاكله لطيفه وحلوه، فممكن نتكلم فيها ونسيب مصطفى يعيش. والكبده بقى ازاي؟ انت حاطط ايه هنا، زيت ولا سمنه؟ لا زيت. زيت يا جماعه عادي. سمن خالص. المكرونات من غير سمنه. انا بعملها بزيت زيتون. زيت زيتون صح. طيب ها نفس الموضوع برضو، الكبده اهي. الكبده بتتشوح، لازم تتحمر جامد. تتحمر جامد. وتحط عليها ايه بقى؟ ما تحط عليها فلفل حامي قرون. مش دلوقتي. مش دلوقتي. بحيث ان هو ما يتهريش خالص. وهتحط عليها ايه كمان؟ ونحط عليها سنه ثوم.
لا ما بلاش الثوم بقى. بلاش الثوم ماشي يعني كده كده نعمل مش بصل فيه. ممكن تحط بصل؟ ممكن برضو البصل عادي. بصل ماشي. طيب والفلفل ده لايه؟ ده اللي بقى للسجق. الفلفل ده للسجق وده للكبده المفروض. طيب والبطاطس دي ايه؟ هنعمل بقى البطاطس دي متقطعه ومتحمره. متقطعه ومتحمره؟ متقطعه كريم ومتحمره. حلوه يا مصطفى. ما لسه ما عملناهاش. لسه ما اتعملتش. لا لسه. انا بدوق بدري. احنا مش متفقين على كده. ماشي. الكزبره الخضراء حبيبتي. الله انا بحب قوي. لا ده بقدونس. دي الكزبرة. ايوه اهي. قول يعني انت سايبني اكل في البقدونس ومبسوط؟ ما هم يعني يا مصطفى بطل يا مصطفى هشتكيك في المحطة. ماشي. الصلصة بقى قول للناس عملتها ازاي. انا بحط الصلصة في كوباية كبيرة، بجيب مية كده اكون مسخناها، احط الصلصة اقلبها وبعدين احط فيها ماجي برضو، وبعدين اروح قاطعة شوية زيت وبعدين احط عليهم لحد ما تتسبك وبعدين احطها على المكرونه. طب مفيش بصل قبل؟ لا ما بحبش احط بصل على المكرونه. وما تحطش بصل دلوقتي على المكرونه عشان انا هاكل منها كل البنات اللي في الاستوديو جايه لك يا قمر. بتقول ايه؟ تونه ولا تونه؟ مكرونه على البصل. انا اللي هاكل مش انتوا على فكره. انتوا فريق اعداد على فكره غلس جدا النهارده. اقسم بالله ما في راجل هياكل. انا بقول لكم يلا يا قمر يا جميل. هتغني ايه يا قمري يا كنزي يا قمر؟ يا جماعه احنا كل اسبوع كل يوم اربع بنقدم المواهب الجميله. انا عايزه الناس تشوف المواهب الحلوه دي. حتى طب بلاش الشركات، بلاش الملحنين، الفنانين المطربين يعني حيوهم شجعوهم اعملوا لهم حاجة. يعني انتوا كنتوا كده في يوم من الايام. يلا يا كنزي هتغني ايه؟ في يوم وليلة. يلا بينا اللي انت عايزاه. يلا حبيبتي. في يوم وليلة يوم ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله الله الله. ما تسقف يا مصطفى انت بنفسي كمان من المطربة يا مصطفى. سقف تاني يا مصطفى للمطربة. معانا مدام إسراء من القاهرة. مساء الخير يا مدام إسراء. أهلا بيكي في 90 دقيقة. مساء النور. ازي حضرتك مدام اسراء؟ هسالك سؤال واضح وصريح. اتفضلي. مين يرحم مين؟ الراجل يرحم مرات. بس بصي ما تقوليش الاثنين يرحموا بعض. ماشي هو لازم، بس انا لما اجي اقول لحد فيهم ارحم الاخر مين يرحم مين؟ الست طبعا ترحم الراجل. حلاوتك حلاوتك يا اسراء.
اه والله ترحمه فعلا من اللي بيحصل فيه كل يوم. ده انا هموتك يا اسراء. لا 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 لا. ليه بقى يا اسراء؟ من الضغوط اللي بيشوفها يوميا. ماشي ما قلناش حاجه، معلش بس عايزه اقول لك حاجه، يعني الراجل محتاج الرحمه والطبطبه اكتر من الست ما هي محتاجاها من الراجل. ردي على سؤالي. اه دي متآمره. انت متآمره يا اسراء. كل اللي حواليكي سواء صحابك البنات، والدتك، اختك، مامتك، خماتك، لكن هو ما بيلاقيش حد يطبطب عليه غير يا مامته يا مراته. طب ولو دي وحشه ودي حلوه هيلاقيها فين؟ في جانب واحد. انت بتاخديها في كل الجوانب، صح ولا غلط؟ صح، اقنعتيني يعني. بس شكرا يا اسراء. انا لازم اهوي نفسي شويه، احنا عايزين هغني لي حاجه تطري عليا اللي انا سمعته ده. ما اقنعتنيش. اسكت يا اسماعيل، عايزه اشم ريحه السجق والكبده الحلوه. يتحمر شويه عشان ما يودينا ابطال. ايه هتغني يا عمر؟ في الغرام بقى شيرين. يلا، ده انا اعشق شيرين واموت في شيرين. ملكة الإحساس. يلا بينا. كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. لما يميل قلبنا ويا يميل تفضيها عيوني وعمري كله مش قليل. كلام عني في الغرام أحلى من الأغاني، من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ده من غرام وليلي طال حبيب سنيني بيني وبيني. يا قلبي لحظة واحدة يعني مش خيال. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ده من غرام وليلي طال حبيب سنيني بيني وبيني. يا قلبي لحظة واحدة يعني مش خيال. يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي، طمع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي. دل القمر من عيني والله غار، والابتسامة شمس طالعة بالنهار. يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي، طمع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي. دل القمر من عيني والله غار، والابتسامة شمس طالعة بالنهار. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل ده من غرامه ليلي طال حبيب سنيني بيني وبيني. يا قلبي لحظة واحدة يعني مش خيال. الحلاوة دي. بقولك ايه، انتي مين؟ انت فين؟ انت اتعلمتي الغنى فين يا قمر؟ انا بتغني بقالك قد ايه وتعلمتي فين؟ انا بغني من وانا في ابتدائي تقريبا. مدرسه بقى، كورال الكنيسه كده. حلو. ده فادك؟ كتير كتير. دخلت كويس. فريق هما بيهتموا بالاصوات وبالمواهب في الكنيسه. كويس جدا. دخلت فريق وصلنا. ضاف لي كتير. نروح انا حفلات في ساقية الصاوي. حلو. حفلات في حتت كتير قوي. حلو جدا. قولي لي ايه الاغاني اللي غنيتيها في حفله في ساقيه الصاوي؟ لا بنبقى بنغني ترانيم من الكنيسه. طيب ايه اللي ممكن ان احنا نغنيه بقى دلوقتي تاني؟ طب لحظه معانا، معلش مداخله. مدام منى من الفيوم، اهلا وسهلا يا مدام منى. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره؟ عليكم السلام يا منى يا قمر. ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الفيوم بقى وعندكم الفطير المشلتت الجميل. يا رب يخليكي يا دكتوره، يا رب يخليكي. انت غالي علينا جدا والله، وبنتابعك و الله يسعدك. ربنا يتم عليكي يا رب. الله يسعدك يا حبيبتي. انتوا انا بموت فيكوا، بموت في كل المشاهدين بتوعي. بيني وبينكم بحس في قرابه، احنا قرايب. البال كله حتى الاطفال بيتابعوك يا حبيبتي. انتوا قرايبيني.
يا رب يخليك يا رب يخليك، ما نتعلمش منك ولا من برامجك الجميله يا رب. يا حبيبتي ربنا يكرمك. قولي لي بقى يا مدام منى، اتفضلي. انت متجوزه اكيد صح؟ انا متجوزه ومعايا 3 اولاد وبنت مجوزاهم. حلو قوي. أيوة. انت شايفه يعني عندك خبره بقى. الراجل انا ما بقولش انا عندي خبرات مش خبره. ها؟ انا عندي خبرات مش خبره. ايوه ادينا بقى من الخبرات دي بقى يا مدام منى بقى. بصي يا ست منى، انا مربيه اولادي حضرتك لوحدي. معايا صلاة مخلصه ليسانس اداب. علوا شويه يا جماعه. ايوه معايا اسراء مخلصه ليسانس اداب ومعايا اسلام ثالثه طب. ومعايا احمد ثانويه عامه ويوسف اولى اعدادي. ما شاء الله يا حبيبتي، الله يخليهم لك ويخليكي ليهم يا رب. يخليك تعيش يا الله يخليك يا دكتوره. قولي لي بقى يا ست منى دلوقتي، يعني الراجل احنا ما بننقصش من قدره ولا بنقول ان هو ما بيعملش حاجه، هو بيعمل وبيخرج طبعاً. وبيشتغل طبعاً. وبيتعب، بس لما تيجي واحد فيهم يعني محتاج ان التاني يرحمه، مين اللي ممكن يرحم مين؟ الراجل يرحم الست، يا ست مين اللي بيربي؟ بس جاوبيني على الاسئله دي الاول. انت هتفهميني، حساكي هتفهميني. مين اللي بيربي في البيت؟ اللي بيربي بالنسبه لي انا الست، انا ابوهم على طول مسافر من 25 سنه في السفر. اهو اهو يا جماعه، بيجي شهر كده يعني ترفيه، ملوش دعوه باي حاجه. ولو حتى مش مسافر، ما هو طول النهار في الشغل. ماشي طول النهار في الشغل. بصي يا ست، مفيش مسؤوليه خالص. ايوه اول ما فيش مسؤوليه، انا اللي شايله المسؤوليه كلها. انا معاكي جدا. هو بالنسبه للماده هو اللي بيصرف، هو اللي كده. ماشي ده ما قلناش حاجه وشكرا، بس التعب في ايه؟ ما هو التعب هو الشغل يا جماعه، اللي بينزل شغل وبيروح بيرجع. ست البيت او الام بيبقى او الزوجه بيبقى عندها مسؤوليات كتير وبمشاكل متفرعه كتير. الراجل بيروح الشغل خلاص، راح الشغل عمل اللي عليه خلاص، بيجي ينام ما بيسالش بحاجه. ايوه حلاوتك بقى يا ست منى اديني. أيوة الست بقى على اعصابها، اللي في الجامعه واللي في المدرسه واللي بيروح درس وتاخر واللي يعني، وعايزه تثبت برضه للناس ان مش تربيه واحده ست، ان تطلع حاجه حلوه، تطلع حاجه تشربها. بعدين مين اللي بيحمل وبيخلف وبيولد وبيستحمل وبيربي وبيعمل كل ده؟ مش محتاج رحمه اكتر من الست؟ ده على صحتنا طبعا يا دكتور، ده على صحتنا. وده غير بقى الست اللي بتشتغل كمان. ده غير الست اللي بتشتغل. لا انا مش بشتغل يعني، انا في البيت مش بشتغل. حبيبتي بس تلاقيكي عندك مسؤوليات كتير في البيت، ما انت ربيتي ولاد اهو، هو ده بالسهل؟ والله لا والله، ثلاث اولاد وبنت، بنت خدت ليسانس اداب اسلام في احمد ثانويه عامه السنه دي، يوسف اولى اعدادي. والحمد لله ما شاء الله يعني مربياهم، لو يعني لو راجل مش هيطلع اللي انا مطلعاه دي. ده كفايه اللي في ثانويه عامه، دي ثانويه عامه دي الشقه كله. ده انا عندي يعني ثانويه عامه دي انا اللي بمتحن وانا اللي بذاكر. صح وأنا على أحصابي يعني، ده اللي تعيل في ثانوية عامة السنة دي على أحصابي. حبيبتي ربنا يكرمهم لك وإن شاء الله تشوفيهم في أحسن وأعلى المراكز، ويجعلهم قرة عينك يا رب. طيب أنا معايا بقى فيديو يا جماعة حلو لطيف لذيذ كده، تعالوا نشوفه ونرجع مع بعض مرة تانية. الستات المتجوزة بقول لكم إيه، حرام عليكم بوظيفكم، طلبات ولا احنا شايفين حاجه خالص منكم. اعمل لكم ايه يعني؟ ارحموا خلت رحمه ربنا تنزل، ارحموا. لا يعني انا قلت ما قلتش حاجه، انا قلت ربنا يديكم الصحه ويخليكم لينا ويطول عمركم. يعني انتوا هتعملوا ايه؟ ابدا دولتوا الفلوس فين؟ بتودوها العيال يسلمي. ايه بقى طبعا الفيديو زي العسل، هو عسل والله العظيم، وهي عسل عسليتين. بس ما انت اهو رجعت، عارف ليه رجعت؟ علشان دي كلمه الحق، وانا بقول لك اهو. حلو الفيديو يا جماعه، عايزين نبقى نجيب فيديوهات كده في الفقره دي عشان الناس تنبسط. حاله حوار على التيك توك يعني.
ايه مصطفى، ايه مصطفى، انا مش لابسه النهارده الابرن ومش عامله حاجه، وال عمال المخرج عمال يقول لي لو سمحتي عشان شاركي اشارك ايه، ما مصطفى ما بيرضاش يا تامر، بيخليني اقعد اقلب، المذيعه بتقعد تقلب. طيب حاضر، حكم القوي يا بنت، حكم القوي، حكم القوي، الناس فاكراني قويه وانا مش كده خالص. عايزه بقى اشرح للناس عملت ايه، فكري في الاغنيه الجايه والخضار عليها اهو، انا عايزه اشمها زي بتاعه الشارع عربيه الكبده، يبقى حط فيها توم بقى، حط بقى توم سيكا بس مش كتير، حاجه بسيطه اهي. اه يا اختي دي اللي سيكا. طيب ماشي، بصوا بصوا بيحط اتنين، عايز عايز يدمر لي القولون، اديله الكبده ليها كذا طريقه يا مصطفى. صح، دي الاسكندراني طبعا. اه دي بقى ممكن تنفع سندوتشات كمان، تنفع اي حاجه جماعه. عايزه عيش في عيش يا مصطفى؟ لا عشان بعد ما نخلص. ماشي، ادي بقى الصلصه بتاعتنا نقلب فيها المكرونه. فين؟ ايوه دي. اه تغلي ايه سنه بسيطه، بتسيبها بس. بقى ايه انها تتسبك. اه تتسبك. انت حطيت ايه بهارات؟ بقدونس، كزبره ناشفه، كزبره ناشفه. اه وادي كمون. بتدندني يا كنزي؟ انا ساعه، على فكره انا عندي ودن هنا وودن هنا وعين هنا وعين هنا، بتدندني ايه؟ يا حبيبي بتاعت ام كلثوم. الله بقى، ام كلثوم جبتيني على طول. يلا يا كنزي، يا قمر يا قمر يا قمر قمر، ووشك كده بريء وكل ملامحك حلوه ومصريه وجميله. يلا يا قمرنا. يا حبيبي الليل وسماء ونجومه قمره قمره صهره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى، الهوى منه الهوى، منه الهوى منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقوم للشمس تعالي تعالي بعد السنة، مش قبل السنة، تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد السنة، مش قبل السنة، دي ليلة حب حلوة لا استنوا يا جماعه، دخلوا لي المداخله بعد الاغنيه الثانيه. ايه بقى اديني شويه اختيارات كده وانا اختار. يلا يا مصطفى عشان عايز اكل. يلا عازمين الناس النهارده، انا ومي وميار وكنزي بس اللي هناكل، مفيش حد تاني. على الله اشوف واحد هنا. على الله. في ليالينا برضه، احنا قلنا ليالينا. ايه كمان ليالينا و كمان ممكن. حلوه يا بلدي. حلوه حلوه يا بلدي طبعا. وايه كمان؟
كلمة حلوة وكلمتين برضو حلوة. نقول كلمة حلوة وكلمتين. يلا بينا. أحب أنا اللي بقى عايز هو يغني إيه عشان يتسلطن فيها حلو. ماشي. يلا. أيوة يلا يا مصطفى عشان أدوق لك أدوق للسادة المشاهدين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي، في أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشطين. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. فين حبيب القلب يا بلدي، كان بعيد عني يا بلدي، وانا ضل وبغني وافكر فيه. ما كنت خليتيني اكمل، انا عايز اخد دي، انا عايز اكل دي برضو. وتليفون انتوا بتغلسوا عليا صح؟ واسراء برضو مكرر. اسراء كل اللي اسمهم اسراء عاملين ايه النهارده؟ اهلا يا اسراء من القاهره. احلى اكله. اهلا يا اسراء، مستمعاكي حبيبتي. انا بقولك انا بحبك جدا 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 جدا. احنا كمان وانا واسره سيد ديا كلها بنحبكوا جدا 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 يا روح القلب. وبعد نتابع البرنامج بتاعك على طول يا اختي، ده احنا لينا الشرف حبيبتي. قولي لي بقى ايه رايك الاول في الاكل ده؟ بجد تسلم ايديك. ادخلي بقى بيعمليه النهارده ولا بكره؟ بالسجق. السجق يا جماعه على فكره انتوا ممكن تجيبوا سجقتين وتقطعوهم والله هيدوكوا نفس الطعم والاكل تحفه. قولي لي يا اسراء ايه رايك بقى في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه؟ مين يستحق الرحمه بقى؟ الست طبعا. الست طبعا اللي تستحق الرحمه. كملي كملي. طبعا لازم الست هي اللي تستحق الرحمه، والراجل بيعمل ايه؟ ما بيروح بيشتغل وبيرجع بيته. اه. اما حتى لو احنا برضك تعبانين لون هو يجي يلاقي طلباته كلها جاهزه. ملوش علاقه باي حاجه ثانيه. اه. انا بشجعك يا اسراء على فكره وبحييكي وبشكرك جدا. بقولك ايه يا اسراء؟ اتفضل. ثانيه يا اسراء، الكبده سخنه فظيعه. جوزك جنبك؟ ايوه. سامعك؟ اه. توحشينا يا اسراء. بشكرك جدا يا اسراء. أغنية بقى نص دقيقة مع بال ما أدوق للسادة المشاهدين عشان إحنا عندنا مصداقية هنا عشان هنختم وهشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنتوا إيه من الأغنية على التتر؟ براحتكم يا جماعة. ده أنا قمر هتغني إيه؟ لسه في الأيام أمل. دي لمين؟ شيرين. لا انا عايزه حاجه تانية لشيرين. ايه طيب؟ ايه كمان؟ انا بعشق شيرين بس ليها اغاني كده حلوه، مشاعر مثلا. اه ماشي. حافظاها ولا نقول حاجه تانية؟ نقول ممكن نخليها في لسه في الايام امل. ماشي يلا بينا. ايه يا عم؟ لسه في الايام امل مستنيينه، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها.
طول ما لسه في طريق مكملينه، لسه في الايام امل مستنينه، طول ما في قدامنا سكه يتمشي الهوى ما تنزل دمع لاقي الناس تشيلها، طول ما لسه العمر بيصالح سنينه، طول ما لسه في ناس بنتدفى بحنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها، طول ما لسه في ناس بنتدفى بحنانها والحاجات الحلوة واخدين بالنا منها، وحكايات الحب لسه بنقرا عنها، طول ما لسه الليل في عشاق سهرانينه سهرانينه، تيرارارارارارم تيرارارارارارم تيرا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 ر